الفريق الآن قوي، ومشاركة قوية للفريق الروسي الشيشاني الآن. الله الله، اثنين قناصة اتجاههم إلى الرماية الآن والقنص، والثلاثة عبر المدرعة والسرعات. الآن يعتبر هذا من هذه اللحظة أهداف ثلاثة راحي سريعين رائعين. نعم هذا الفريق، أن هذا الفريق يستحق الإشادة بالأمانة الآن فيما يقدمك. خمسة أهداف متحركة الفريق الشيشاني. لاحظ الصورة، واحد خلصها، 35. هذه هي القناصة أنهوها بسرعة خيالية فائقة، دقيقتين و24 ثانية. دخلوا في التحدي الكبير وينهضون الآن ل 36. أفضل رقم قياسي. عودة للفريق الآن، نعم عودة للفريق، هذا الفريق المميز. إذا نعود للفريق الآن، نعم رقم قياسي لهذا الفريق. Thank you.